وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. جرك العنب من الأشجار المقدسة ليس عند العرب فقط، ولكنها أيضا من الأشجار اللي اقترنت في القرآن مع النخلة. دائما نخيل وأعناب، نخيل وأعناب. حياك الله أبو عبد الله في مشروع عاليات القصيم. الله يحييك. وادي الترمس يتمتع بعذوبة المياه والتربة الرملية الطينية الغنية بالعناصر المفيدة للزراعة. في القرآن الكريم ورد ذكر العنب 11 مرة، 9 مرات بصيغة الجمع ومرتين بصيغة المفرد، ودائما ما يكون مقرون بالنخيل. عمر شجرة العنب ما بين 55 سنة إلى 100 سنة تعيش. سبحان الله. شجرة مباركة، ورقها مفيد، ثمارها مفيد في كل حالتين، إذا جف يصير زبيب. يا سلام. يعني مع الحفريات القديمة اكتشفوا له أكثر من 4000 سنة والإنسان يأكل من شجرة العنب أو ثمر العنب. أبو عبد الله وش تقول؟ ما شاء الله تبارك الله، أنواع وشاء ما شاء الله، فعلا جنات من أعناب. الله يجعلنا وإياكم والدين ووالديكم من أهل الجنة. في أغلب مناطق السعودية نجح المزارعون بزراعة أنواع العنب. من يدخل شهر 6 ميلادي تمتلأ الأسواق وتتزين المحلات بأنواع العنب إلى نهاية شهر 9 ميلادي. هذا الحلواني أحد أميز الأعناب الموجودة بمشروع عاليات القصيم. اللهم بارك، اللهم بارك. العنب هاضم جدا ومنشط للعضلات والأعصاب ومجدد للخلايا وطارد للسموم ومفيد في فقر الدم والإرهاق والحصى والإمساك، وفوق كل هذا شهي ولذيذ والمنظر يا سلام. عسى الله يديم هالنعم ويحفظ من الزوال ويجعلنا وياكم من الشاكرين يا رب.